السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي القناة قناة عالم النحل أبي. أمسية طيبة للجميع وتحية من الجزائر. كما تشاهدون أصدقائي، هنا في هذه الخلية هي على 8 إطارات. لما فتحت عليها وجدت بأن النحل بدأ يبني الشمع. أنا تركت فراغين، الأول هذاك هو الفراغ هذا، والخلية هذه راهي على 8 إطارات، عندها إطارين أو 3، حبوب اللقاح والعسل. مادام أني أغذي الخلية ونحن في بداية الربيع، رغم أن هذا العام راه تقدم قليلا فصل الربيع، وجدت بأن هناك حضن ذكور مبكرة، النحل تطور يعني بشكل مبكر. أردت أن أصور وأريكم فكرة إضافة إطارين شمع أساس. لماذا إطارين شمع أساس؟ لأن الشمع الممطوط أنا أحتفظ به للعسيلات، أما شمع الأساس فأضعه للخلايا كي أربح بناء الشمع. هذا من جهة، يعني أغذي، ما دام أني أغذي يجب أن أضع إطارات شمع أساس أحسن. النحل راه في بداية النشاط ويستطيع يعني بناء هذا الشمع بسرعة. شوفوا الإطار الأول أو أضفته في المرتبة الثانية، هذا الأولى عسل ثم أساس، وتأتي الحضانة ما قبل الأخير، هنا أضيف أساس. نحن مباشرة بهذه الطريقة ستضع الملكة البيض في الشمع الجديد، تختار دائما الشمع الجديد. يعني هنا أضفنا إطارين بسهولة، وأصبحت الخالية قبل البناء إن شاء الله أصبحت ب10 إطارات. عندما ينتهي النحل من بناء وتضع الملكة البيض، ستصبح الخالية على 10. إما أقسم أو أضيف العاسلة، يعني حسب الظروف وحسب الشروط، شروط التقسيم وكذلك شروط إضافة العاسلة. الآن نشوف، أنا أشوف الكثافة، يعني ما شاء الله. أتنا حاجة فقط، نغطي الخلية بالخيش وأقدم لها التغذية. هذه ملكتها أوت 2018، عندها عام ونصف، يعني ما شاء الله. إذا هذه كانت طريقة إضافة إطارين شمع أساس لخلية فوق المتوسط. ربما يتساءل البعض لماذا لم أضيف إطار أساس في وسط الخلية هنا. هذا طبيعي لأن درجة الحرارة ما زالت منخفضة ليلا، وبالتالي لا من الأحسن أن لا نفرق بين الحضانة، لأن النحل يتجمع هنا في الوسط لكي يدفئ الحضانة. لو وضعنا الإطار في الوسط راح ممكن نسبب مشكل كبير للخلية، ونقسم الخلية على 2، وممكن جزء من الحضانة يموت. لذلك وضعت الإطار هنا بالجانب، لكن عندما يكون الجو جيد ليلا سأضيف أينما أشاء، يعني ممكن إطارين حضانة واحد أساس، إطارين حضانة واحد أساس، أو إطار حضانة واحد أساس، إطار حضانة واحد أساس، وهكذا حتى تصل الخلية إلى 10 إطارات، خاصة الطرود الصغيرة. يعني الطريقة هذه إضافة إطارات بين الحضانة تتطور بسرعة، لكن بشرط أن يكون الجو ليلا كذلك معتدلا. هذه كانت طريقة إضافة إطارين شمع أساس لخلية فوق المتوسط. دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة أو الانضمام إلينا إلى موقع عالم النحل أباي عبر الرابط الذي يظهر أمامكم في أسفل الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله فرصة أخرى.